للاسف الشديد شوف هاد البلاد الا بقينا كنعاد نعتمدوا غير على المسؤولين راه ما نديروا والو، لا الحكومه ولا فكاين بعض منهم اللي تيعتذر وتيحاول انه يلقى لك ظروف وما كتساعدوش هذا، لكن حنا ما تنلومهمش. لكن اللي خصنا نديروا هو ان حنا كشعب خصنا نتكاتلوا ونديروا يدينا في يد بعضياتنا. هذه بلادنا، هذاك المسؤول غادي يدوز واحد 4 سنين 5 سنين غيمشي بحالاته كيكذب غير على راسه وتضيع غير وقته. اما المغربي تيحب المغربي، المغربي تيبغي المغربي، الفنان محبوب عند الناس، الرياضي محبوب عند الناس، فإلا بغاو هاد الناس يخدموا راه عندهم مع من يخدموا، لان يعني الشعب باغي يخدم. فإلا إلا 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 ياخذوا صاحب الجلالة كمثل ويمشيو موراه ويخدموا. الناس كيدوز واحد الوقت وعوض فاش يدير دو بيان تيدير دو مال، لان الا ما دار والو راه دار دو مال، لان ملي ما كيدير والو راه كيدير كيأدي. فالان انت كتشوف الحاله ما كاينش ملاعب كره القدم بحال الدول الاخرى، ما كاينش اماكن ديال الرياضه للشباب. احنا الشباب ديالنا واللي ما فاتئ صاحب الجلاله كيهضر على الشباب والاهتمام بالشباب، تدور الشباب مشاو، يعني ما كاينش واحد جديد، ما كاينش واحد. كذلك ما كاينش قاعات ديال العروض، لا السينما ولا المسرح. اذا هذا الشاب فين غيمشي؟ اش غيدير؟ غادي يبقى مريح في راس الدرب، اما كيضرب في الجوانات ولا غادي يتبلى ولا غيدير شي مصيبه ولا غيولي متطرف، غيمشي للكلاده ولا يشدوا شي جماعه ويديروا منه. فلهذا تيخص هاد المسؤولين يعرفوا بان هاد البلاد راها بلاد جميله جدا، وبلاد الحمد لله اللي زوينه وامنه وفيها ناس مهمين، فيها شباب اللي عندهم امكانيات عندهم قدرات. انا تنعرف شباب عندهم قدرات لا في التكنولوجيا ولا في الصناعه ولا في الفن ولا في، ولكن ما لاقينش فين يبينوا هذه. فهاد الناس خصهم يجتهدوا، حنا ما نبقاوش نتسناو فيهم. واخا كنقولوا لهم هذا الشيء، اللي ولد الناس راه غادي ينوض يخدم، واللي ماشي ولد الناس راه واخا تضل تخبر ليه في ودنه، واخا تقول ليه في ودنه، ولكن انت تتشوف الشعب كاين، ولاد الشعب كاينين، يعني لاباس عليه ولا ما عندوش راه ولد الشعب وكيجتهد. ها انت تتشوف كاين اللي تيساهم وتيشري طبلة جوج وتيحاول ماديا يعاون باش واحد اخر اللي ما عندوش توا يحضر. ما احنا الان جامعين ما بين الفقير والغني، كاين الناس فقراء وكاين الناس اغنياء مخلصين عليهم لا سواري ومخلصين عليهم العشاء ومخلصين عليهم هذا. هكذا خصنا نديروا، ويا ريت هذه المساله تكون تتكرر على الاقل 4 المرات في الشهر، فربما غادي تلقى واحد ان الامه المغربيه غتبان لك غدا في واحد ظروف اجمل واحسن. كيف قلت لك حنا خصنا نجتهدوا، حنا خصنا نضربوا تماره، ما نبقاوش نقولوا هذاك المسؤول ما دار والو، هذا بغى يدير ما بغاش الله، انت قال لك وريه ولا ما خليه، هذا هو المثل اللي نقدروا نقول. الاعتذار عن الحضور نقدموا قبله، ولكن الاعتذار عن الدعم المادي للاسف يلا، يعني اللي بصراحه اللي التل والبارح اتصل بي السيد وزير الثقافه والاتصال وقال لي احنا مستعدين يعني نساهموا، يعني خداو جوج ديال المائدات اللي خداوهم، وقال لي هادو كنهديهم انا للفنانه، يعني عرضنا على الفنانه وجلسناهم فيهم، يعني هادو هذا هو الدعم اللي خديت انا، ماشي دعم وانما شراء، سي تا مويا دو بوبليسيتي بالنسبه، ولكن كان تصرف. وانا قلتها دابا في الخطاب، قلت لهم بان السيد الوزير وعيط لي وقال لك اودي انا من غادي نرجع من السفر غادي نمشي نشوف السعري ونشوف الناس اللي مراد نديروا واحد الجوله، لان الانسان بغى يرد اعتبار. ما هو دابا الصعري كاع ما عاقل كاع شنو كاين، مسكين تيعقل على حاجه وينسى حاجه، ومسكين كاع ما عاقل على والو يعني، ولكن حضور وليداته تبارك الله شت تقريبا 10 د الاولاد كلهم حاضرين فرحانين ليه. هذا هو اللي خص يكون، بنياز راه فرحان انه يكون الناس كتصفق له وكترحب به، هذا نوع من الاعتراف. فمثلا وزير ديال الرياضه اللي هو السي الطالبي للاسف صيفطنا له الرساله ما كاين لا جواب لا والو، ما عرفتش علاش، رغم ان الرياضيين كلهم مجموعين. بالنسبه للمسؤولين بحال بعض الشركات الكبار اللي صيفطنا لهم ما جاوبونا شيء، منهم السي احيزون مثلا صيفطنا له رساله على اساس خصو يكون حاضر، وحنا كنشوفوا انه كيدير الاشهار بالرياضيين وان لا مارك ديالهم يعني اللي ما نقولوا سميتها الى مشيه راه بسبب الرياضيين والفنانه، علاش ما يساهمش؟ مني كيبغيهم الاشهار كيلقاهم تعطيهم 4 دريال، ومني يكون بحال هكا خصو يساهم ويعاونهم ما كاينش. هادو شركات كبار اللي خصهم يساهموا بزز منهم، ماشي نشوفوا غير 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 غير, غير المؤسسات، نشوفوا حتى هاد الشركات الكبار يعني راهم محيدين لهم الضرائب. على مني كتجيب مثلا في مهرجان دولي
وكتجيب وحده اجنبيه كتاخذ 500 600 مليون وانت ما تساهمش حتى ب 10 المليون على مغربي، ماشي حشومه يعني. هذه مسائل اللي خصها ما نشوفوش غير المسؤولين، نشوفوا حتى الشركات. هذه اشياء اللي خصها يتعدل. التلفزيونات مثلا ما حاضرين، شكون اللي موقف التلفزيون ما عدا الفنان والرياضي؟ ملي كتكون كره القدم كلشي كيتفرج، فينا هو المدير ديال التلفزيون؟ فينا هما الناس ديال التلفزيون الاولى للثانيه للثالثه للرابعه للخامسه للسادسه للسابعه؟ لما شكون بيان سور دائما وكل سنه وما كيجيوش. يعني سي العريشي انه زينيور هو المديرين اللي دايرين به، يعني ناس اللي ما همهم والو، راهما كياخذوا في الفلوس مع راساتهم وكيتخلصوا، ولكن فينا هما؟ وشكون اللي موقف التلفزيون؟ شكون دابا؟ شوف الاعادات اللي كاينه، حنا الفنانه هما اللي معاونين. نظرك علاش؟ ما عرفتش اخويا، انا هذا السؤال يحيرني. لي علاش هذا الضد معانا؟ علاش ما نديروش يد في يد ونتعاونوا؟ شو دابا حنا خلقنا من حدث بسيط خلقنا، فما بالك لو كان معنا التلفزيونات ودرنا افتران ديال الكره؟ عرفتي شحال ديال الفلوس غنقدروا نجمعوا؟ عرفتي شحال ديال الفنان غنقدروا نسكنوا؟ شحال ديال الرياضيين غنقدروا نسكنوا؟ شحال ديال الاعلاميين غنقدروا نعاونوا ونسكنوا؟ راه هادشي اللي خاص، ولكن ما عرفتش شنو اللي خصك تقول لهم. دابا الان في الدوره الخامسه ونفس المشكل كيتطرح كل سنه، نفس الاسئله كتطرح، نفس المشكل هذا هو الاشكال اللي كاين. فنتمنوا من الله ان الـ الامور ان تقاد وتصاوب. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك.